كنت بكلم حضراتكم على قوائم الانتظار. سفير بسام راضي متحدث باسم رئاسة الجمهورية بيقول ان القضاء على قوائم الانتظار مرضى العمليات الجراحية كان من اجل التدخل لعلاج الحالات الحرجة اللي ما تحتملش تأخير. وحقيقة أن وزارة الصحة بدأت تنفيذ المبادرة، يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم في حلقات سابقة، في شهر يوليو الماضي العلاج بيتم في 153 مستشفى من مجموعة من أفضل المستشفيات في القاهرة أو في مصر، الحقيقة مش في القاهرة. احنا معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ دينا، تحياتي لحضرتك ولمشاهدين سي بي سي 5. شكرا يا فندم. خليني اسال حضرتك على المستشفيات الجامعيه ودورها في هذه المنظومه ورحله القضاء على قوائم الانتظار في الحالات الحرجه يا دكتور. دورها تحديدا، عدد الحالات اللي استقبلتها، ويعني هذا النوع من التفاصيل. يعني احنا بنتكلم حتى 27/8/2018 من بدايه 5/7 اللي هو بدايه المشروع او تكليفات تنفيذ تكليفات السيد الرئيس، احنا وصلنا في المستشفيات التابعه للجامعات للانتهاء من 5438 حاله من اصل 6482 مسجلين على الموقع الرسمي لقوائم الانتظار. في مستشفيات وصلت فيها نسبة الانتهاء إلى تقريبا 86%، وفي مستشفيات بنتكلم على 52% من القضاء على قوائم الانتظار. احنا النسبة عموما تتراوح ما بين 23%، دي أقل نسبة تحقيق قضاء قوائم الانتظار، إلى 86% تقريبا، دي أعلى نسبة عندنا. الفكرة الحقيقة أنا يعني الحمد لله أن هناك رضا عام عند المواطنين وسعادة حقيقة بيتم تحقيقه من تنفيذ تكليفات السيد الرئيس. الفكره القيمه اللي انا شايفها وراء نجاح الدوله هو هذا التكامل ما بين مقدمي الخدمه الصحيه سواء مستشفيات جامعيه، وزاره الصحه والسكان، القوات المسلحه، هيئه الشرطه، الجمعيات الغير هادفه للربح، المجتمع المدني. الحقيقه التكامل ده انا شايف انه هو القيمه وراء نجاح او التقدم المضطرد اللي بيحصل في الانتهاء من قوائم الانتظار. الحقيقه انا شايف انه في قرار السيد الرئيس بانه يبقى الموضوع يمتد الى 3 سنوات، الحقيقه برضه شايف في ملمح من هو مدرك لاهميه ان يتحول هذا التكامل الى ممارسه معتاده يوميه للجهاز الاداري للدوله. هو ده طبعا مطلوب في كل شيء، في كل تفصيله، مش بس يعني الحقيقه انه احنا ليه القوائم الانتظار كانت موجوده وليه هذه السرعه في الاداء؟ لانه في تكامل بقى اللي عنده مستلزمات وما عندوش عيانين بقى بيودي للمكان اللي عنده عيانين وما عندوش مستلزمات. طب ده يخليني اسال حضرتك على نقطه انه هي القوائم مش هتخلص، يعني طول الوقت هيبقى عندك ناس في حالات حرجه محتاجه تدخل جراحي. خطة التعامل بقى مع يعني من سوف ينضم للقوائم يا فندم؟ طيب خلينا عشان يعني سؤال حضرتك ده سؤال مهم، خلينا بس نحط ايه مجموعه من الامور عشان تبقى المساله واضحه للساده المشاهدين. احنا ما بنتكلمش على الحالات الحرجه. الحالات الحرجه دي لا تحتمل الانتظار. انما احنا بنتكلم على الحالات الدقيقه زي الزراعات، زراعه الكلى، زراعه الكبد، ده مش حاله مهدده للحياه، لو ما اتعملتش خلال اسبوع هيحصل مشكله. حاله مفصل العظام هي حاله دقيقه، لكن لو ما اتعملش الاسبوع ده او الاسبوع الجاي مش هيحصل مشكله. انما هي في الحقيقه هي موضوع مؤذي جدا ومزعج جدا للمريض. احنا بنتكلم على الحالات الدقيقه التي يطول انتظار المريض فيها من بعد ما ينتهي من جميع الفحوصات اللي بتقول ان هو مؤهل لان يتم في التدخل. دقيقه يعني ايه؟ معلش يعني كومبليكيتد، معقده يعني، او يعني محتاجه مهاره، شغل كتير، ومحتاجه طاقم طبي على مستوى عالي. يعني حالات زراعه الكبد، الفريق الطبي اللي بيدخل في العمليه هم 6 اطباء. حالات زراعه الكلى نفس الكلام. حالات زراعه القرنيه، حالات جراحات المخ والاعصاب تحتاج الى نوع من المهاره يختلف عن الحالات العاديه. لكن هي المشكله مش احتياجها للمهاره، المشكله كانت ان احنا كدوله
عندنا القدرة ان احنا نؤدي بشكل احسن اذا ما تكاملنا. وانا يعني قلت المثال ده اكثر من مرة، بقول ان احنا عندنا قوائم الانتظار في حالات القسطرة القلبية مثلا وصلت الى 9000 حالة. عدد اجهزة القسطرة القلبية في المستشفيات المملوكة للدولة في جمهورية مصر العربية 78 جهاز. الجهاز في المعدل المتوسط المفروض يشتغل 10 حالات في اليوم. يبقى أنا في اليوم الواحد المفروض الدولة المصرية تعمل 780 حالة، يبقى في 10 أيام المفروض أوصل ل 8000 حالة تقريبا. طب إزاي يبقى أنا عندي 9000 حالة منهم مستنيين بقالهم 3 شهور وأربع شهور وخمس شهور؟ يبقى معنى كده أن أنا لا أستغل إمكانات الدولة المصرية لاستغلال الأمثل. وضحت الفكرة. إن أنا لو بستغلها استغلال أمثل ال 9000 دولت هيخلصوا ما كانوش صح في 12 يوم. وضحت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.